في اقتراح من رئيسة نادي المطلقات ان الست لما تطلق من جوزها تاخد نص ثروة الزوج، فحضرتك ايه رأيك؟ لا مش موافق طبعا، ده غلط شرعا وقانونا. اول حاجة الست ملهاش لما تطلق الا حقوقها الشرعية فقط لا غير، ان كانت نفقة ان كانت قايمة، الحاجات الشرعية اللي معروفة ده دايما يعني، غير كده ملهاش اي حاجة تاني بعد الطلاق. والله ده رأي عظيم، ويا ريت يا ريت فعلا يحصل كده. الست طبعا اكيد المطلقه دي بتبقى قاسية كتير، تعبت كتير في حياتها وما طلبتش الطلاق بسهوله، او ما طلبتش الطلاق كده من عدم، فاكيد هي تعبت في حياتها. فوالله يعني هي اكيد ربنا بيبين الحقوق، ولو ليها حق عنده بتاخده. فانا رايي ان يا ريت يقفوا جنب الست المطلقه، وفي ستات كمان مش مطلقين مش واخدين حقوقهم في الحياه، في ستات تعبانين في حياتهم جدا ومحدش قادر يساعدهم. يا ريت زي ما يعملوا قانون للمطلقات يعملوا قانون يساعدوا بيه الناس اللي هم عايشين ومش طايلين طلاق ومش عارفين يقضوا اي حقوق من حياتهم. لا ده طبعا خطأ ومش موجود لا في شرع ولا في قانون ولا في اي حاجه. بعدين احنا دوله اسلاميه ماشيه على شرع ربنا سبحانه وتعالى، شريعه يعني احنا بيحكمنا الشريعه الاسلاميه، ما نقدرش نعمل حاجه غير بالشريعه الاسلاميه. أظن كده يبقى حاجة يعني خارجة جدا عن أي دين وعن أي يعني، إحنا كده بنعصى ربنا سبحانه وتعالى في الشريعة بتاعته. رأيي مرفوض، الأمر ده مرفوض، لأنه شريعة ربنا هي أفضل شيء. تاخد نص ثروة الراجل وبعدين تتجوز راجل تاني تاخد نص الثروة، يبقى أصبحت الرجالة إيه من غير ثروة كده. لا لا حرام، نص ثروة دي حرام، افرجي ما عندوش هتاخد منه إيه؟ لكن ولو عندها عيال لازم تاخد حقوقها كامله منه. انا موافقه، اقتراح جميل، ويا ريت يكون قانون في يعني يقترح كمان في مجلس المراه ويتطبق، عشان الستات اللي هم بيبقوا مطلقات يعني ظلم، الزوج بيعمل اي طريقه واي يعني اي طرق في مرتبه في دخله الشهري، ان هو بيجيبه قليل جدا عشان ما يطلع لهاش اي حاجه نفقه او مثلا مصاريف للاولاد المدارس. فياريت ده يتطبق عشان يبقى اجباري ان هي تضمن حق اولادها وحقها، وما يكونش في انحراف للست، وتمشي عدل بما يرضي الله، وتربي اولادها بفلوس حلال من غير انحرافات ومن غير اي حاجه. لان في ناس بيبقى مش متعلمين في طريقهم، مثلا بيشتغلوا شغالين خدامين مساحين سلالم، في تاني ما بيلاقوش الطرق دي بينتجوا الى الحرام. اولا احنا في مصر يعني مبدئيا بنطبق الشرع، اذا كان ده يعني في حدود الشرع ما فيش مشكله، لكن انا معلش انا مش هفتي لان انا مش مصدر افتاء وكده. احنا عندنا في مصر مؤسسه زي الازهر الشريف، دار الافتاء يرجعوا فيها، معلش مش اي حد يتكلم يقول اي حاجه، ومش اي حد يصدر اي قرار، نرجع للمختصين في البلد هم المسؤولين حاجه زي كده، والقرار بيرجع ليهم هم يعني.